تطل انهار فاول شرار نزلوا اهل البلد حاملين البرق ونزلوا طلعوهم لهون واستحلوا وشافوا الناس قالوا ل 15 يوم بدك تطلع تطلع بس ل 15 يوم من 8 سنين بعدنا ما صارتش ال 15 يوم ما خلصتش شعوري مش منيح جدا لحد هسه كل الوقت مش راجعين على بلدنا مش منيح احنا نتامل نرجع احنا واطفالنا اولادنا لو على البلد نبنيها من جديد السبب الاساسي اللي رجعنا هو انه ما نتركش الكنيسه عشان خلال كل هاي الفتره ما كانش في حدا هون غير الاقداس الشهريه اللي كانت بالعياد كان في كثير سرقات وقتها فقررنا بدنا اول شيء نحرس الكنيسه ثاني شيء انه احنا نضلنا هون كطريقه نضال نورجي الكل انه احنا مش راح نترك اقرت ولا مره واحنا بنقدر نعيش من اقرت حتى لو انه فيش القريه نفسها وحتى الاهل نفسهم مش هون الحكومه الاسرائيليه احنا نقول انه بالاخر احنا مش خايفين مع كل الطرق اللي هن عم يجربوا يسوين عشان يبعدونا من هون وياخذوا لنا اغراضنا وينزلونا من اقرت احنا مش خايفين واحنا راح نضل هون كل الوقت وراح نكمل بالنضال لحد التاني نرجع